النهاردة راتلي الطماطم بخمسة تعريفة، اللحمة اللي كانت باربعة ساق النهاردة بتمانية وناكلها بكماشة، الرز بنسمع عليه سامع. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا يا رب. راجل شغال بما يرضي الله. احنا لو خلفنا واد هنسميه راس محمد. تفتكر ده هيبقى ايه؟ ده العصفور بتاعها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت. كنا بندوس على النسوان، بندوس دوس. ما اسموش راجل بتاع ستاتي عديمة المفهومية، اسمه راجل جابر للخواطر. مساء الخير يا نازج القلب والروح. عنده مشاعر فياضة، بيقدر يستوعب أكتر من ست في نفس الوقت. النعمة لو طلعتوا كاميرا خفية لحبسكم، والنعمة لحبسكم. صباح المعارك يا بني، صباح المعارك، صباح المعارك، صباح المعارك. عارف كم معارك معاك؟ كم معارك يا زارتينا؟ دي هتبقى ليلة مطينة. دول هيربطوها في حمارين. طب اطلع. دي محدش هيقادر فيها ابدا. I'm sorry. بحياتك شعر ودقني لو سمحت. عادي يا احسن حاجة. الله يجعله نعيما. ايه ها، الله ينعم عليك يا رب. استمون يديك. ايوه ما انا عارفه، عارفه ومكدبه نفسي. ويا ريتو محمد عدويه. مبروك كسبت الجنيه الذهب. يا سادة قريش، يا اهل يثرب. انت مزاجك عالي قوي قوي النهارده. لقد جاء ساجل الشمل. اللهم صل على النبي. اي حاجه بجنيه ينصر دينك. الله صعدنا الجبل. يلا على البوكس، يلا يلا. بلاش اغرف. لان الشمس عرضت عليها الولاية فاقرت، فبقيت مزهرة شمس. اقفل بقك ده. القمر تردد، بعث الله تعالى اليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة اذهب بها نوره. فوزي انت بقى مالك النهاردة؟ هو انت واكل ايه؟ واكل كابوريا نيت. كله في نطاق الأسرة. ما بطرخ أتاريك عمال تقرص وتقعد. اوعى بقى يا فوزي. تشويق، إثارة، متعة. انبسطتي؟ عايزين نعرف ايه مواصفات شريك حياتك؟ ابيضاني. مواصفاته الماديه يكون ايه؟ روح انت دلوقتي هتفهم انا معاه كده. لا محتاج يكون رجل اعمال. حضرتك مين؟ انا جوزها. طبعا يا عمي، ومين هيشهد العروسه؟ هاي جايز، كيف كانش الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زمان ما طلعتش عليكم. اي ميس يو والله، اشتقت لكم كتير. اني اعرف ده واد ولا بنت؟ والله ما عرفت. انا عاوز اعرف ايه ده بالظبط. اخد بوسه طيب عشان ابقى عملت اي حاجه، احكي لاصحابي يعني. ترجمة
ايه دي؟ تعبان ميت بقال شهرين ومن قبل ما يموت اتخبط على راسه خلاه عامل كده حتة بيت مال ايه القمر ده؟ اتري في بيننا فكر مشترك الشخص الطيب يقع دايما فريسة الأشخاص الأشرار اللي بنقول عليهم مجرمين النرجسيين والسايكوباتيين. تخرجنا كبر دماغك يا أخي بقى. عارف ليه يا جميل؟ عشان أنت وجبة دسمة كده، وجبة سهلة وفريسة جميلة للسايكوباتي. لا أنا مش معترف بحاجة وبطلب المحامي. طب ايه يعني افتحوا لايف ولا ايه؟ العب يا سابق انت جاية في شط. ايه هو مفيش غير الكاجو في قلب الصينية. يخرب بيت كيف في دمك عندك لب ولب اسمر وكندي في ايه؟ راحة جاية على الكاجو راحة جاية على الكاجو. انا ما باكلش الا هو. يعني انتوا عيلة متسرعة. ايه السواد اللي في قلبك ده؟ انا اللي كنت فاكر انك هتبقى الحته الطريه اللي في حياتي. انت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث. المتعه الجنسيه ربي اعطاها لنا خلقها فينا. ربك يخلق فينا ونفس وما سواها فالهمها فجورها قبل تقواها. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. الفجور خصنا نجربوا الجنس. احنا عايشين في الحياه باش نتجنسوا ونتسكسوا. القرف ده ايه؟ القرف ده قرف. حته مره اتشد لها فرامل اليد. ايه عود فرنساوي يا اخواتي؟ يخرب بيت حلاوة امك. ايه ده؟ ايه امسك نفسك. الظاهر انها ليلة حلوة قوي. طب يا جماعة محدش عايز مني حاجة قبل ما امشي؟ خد بالك والله ده كل ده كلام فاضي. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها